كابتن ايهاب جلال، خلينا ارحب بيك معانا في استاد النيل، وخلينا احييك على روحك ان انت حتى بعد الخساره شرفتنا النهارده في استاد النيل. خلينا اعرف رايك، اسباب الخساره بالنسبه لك انت النهارده ايه؟ والله اقول الحمد لله، بحيي الكباتن وبقول الف مبروك لوادي دجله، الف مبروك لميدو، عاملين شغل كويس. هي كوره، انا ما اقدرش الوم لعيبتي، وادي دجله عمل مجهود كبير ولعبوا بنظام، واحنا عملنا مجهود كبير وعملنا عدد من الفرص، ضيعنا بنالتي، فما اقدرش اقول يعني ما فيش تقصير من نوع معين. في عدم توفيق النهارده، لكن برضو يمكن ما مش هقول اي حاجه غير انهم كانوا برضو لعيبه مركزه، حسوا ان احنا قريبين ان احنا نعمل حاجه بغض النظر ان هي تطلع تاني تطلع تالت اول، يعني مش عارفين. لكن الضغط مع الماتش عندك مع فرقه زي وادي دجله، مع ماتشات بعد كده عندك فيها من الفرق اللي عندها مشاكل، لكن انا بقول ان هم ادوا على اللي عليهم، لعيبتي ولاعيبه وادي دجله. خلينا ناخد منك جزئيه يا كابتن ايهاب، سياسه النفس الطويل، والنفس الطويل في البطوله دي لسه مش موجوده عند لعيبتك النهارده؟ بالعكس، الماتش النهارده نفس طويل، لو احنا مادين اداء سيء، لو احنا ما عملناش عدد من الفرص، ما ضيعناش بنالتي، حاجات مش في ايدك، اللعيبه عملت اللي عليها، لكن دي مالهاش دعوه يا جماعه، خلصت الكلام ده. نفس طويل ده كنا بنقوله زمان، لان الاهلي والزمالك هم اللي كان عندهم لعيبه. طبعا التدريب اختلف، وفي لعيبه في كل الفرق، وادي دجله عندها لعيبه مميزه جدا، ومعاهم مدرب كبير جدا، هتلاقي سموحه كده، هتلاقي المصري، هتلاقي كل الفرق عندها كابتن حسن حاتم بيشتغل في البروجيكت. مفيش دي يعني، انا وجهه نظري الشخصيه ما بقاش يعني الكلام ده، وانا كنت بحافظ لعيبتي بالكلام ده، انه بيقولوا على الانديه ان انتوا حتى هيحصل لكم مشاكل، لان انتوا احنا مش عايزين احنا نبين ان احنا احسن فرقه في مصر، احنا بنلعب كوره وبنحاول نخلي لينا شكل. وادي دجله عنده شكل وفرقه كبيره ومعاه مدرب كبير، فحكايه النفس الطويل دي انا مش مقتنع بيها، لان الاداء باين يعني. بالظبط. طيب شايف من كلامك ان انت راضي عن اداء فرقتك النهارده، طيب ايه اللي كان ناقص في حراس الاهداف بغض النظر عن التوفيق؟ لو قلت لي وجهه نظر مختلفه. لا، هو التركيز، ما هو التوفيق يعني بعض التركيز، عدم التسرع خصوصا في الشوط الاخير، طبعا بعد الهدف جه في توقيت خلى الماتش، لكن جالنا بينالتي بعديها، عملنا بعض التغييرات اثر شويه كابتن ايهاب. طبعا، لكن في الاول والاخر برضه قدرنا بعديها نعمل يعني نضغط ونستحوذ على الكوره، نحاول نعمل بعض الفرص، اعتقد اللعيبه ادت اللي عليها، وده عادي جدا في الاخر برضه. وادي دجله بيبقوا يعني كنا قافلين من الاول، لكن في الاخر هم اعتمدوا اعتماد كلي على عرف انه يلعبوا له الطويل، وابتدوا يستهلكوا الوقت، وده دي حاجه في الكوره موجوده، وهم عملوا اداء يعني ميدو مدرب عمل شغل كويس قوي يعني. خلينا احييك مره ثانيه على روحك الرياضيه برغم الهزيمه، واشكرك واتمنى لك التوفيق في المباريات اللي جايه، ولسه الاماني ممكنه بالنسبه لك كابتن. اشكرك. شكرا كابتن. شكرا كابتن. مشاهدينا ده كان